صباح الخير جواد، صباح الخير. صباح الخير. يأكد على السلام اليوم الحبايب كلها من جمعة، كلها من جمعة اليوم. شلونكم؟ الله يخليك يا لعيب. طبعا بالنسبة لطبق اليوم احنا راح نسوي طبق أسيل تحبه. حلو. اللي هذاك المرة قالت أني أحب هذا الشيء. لسان. لا صرت تحكي صرت ما تشرب. اليوم نسوي سلطة لسان ان شاء الله تعجبكم. ايش قاعدة تعزني عماد؟ حساسة حساسة هاي البنية. حساسة يعني مشكلة. يعني تحب اللسان. ضميرك هي كلمة سلطة ترتبط بكلمة لسان. اه يعني بس انا وياك بالموضوع، اما هنا انا حزب معارضة فاحنا اليوم رقيق فنان رقيق. احنا القوة احنا السلطة باعتبار انت اللي تطبخ. قول لي منو قال هيك؟ اذا اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده وطبقا جديد من مطبخ سامراء. طبقا لهذا اليوم هو سلطه اللسان، طبعا سلطه كلش طيبه وجميله، اللي يحب يقدر يسويها بالبيت وما تحتاج لها وقت هوايه. ممكن لسان يحتاج له 40 دقيقه حتى يستوي يصير جاهز، وتبقى السلطه سهله ما يحتاج لها ممكن 5 دقائق. بالنسبه لمكونات الطبق راح نخلي لهانا بيضه، معدنوس، قطعتين طماطه، راح نخلي مخلل الخيار مع هذا الطبق، وممكن اللي يحب يقدر يخلي خيار بدون مخلل يعني مو فت مشكلة. عندنا لسان. بالنسبة للتوابل راح نضيف خل الأبيض وزيت الزيتون والملح، وآخر شيء يبقى عندنا الفلفل الأسود ينطي نكهة طيبة مع اللسان. بالبداية راح نبلش مخلل الخيار، طبعا عندنا راح نقطعه، طبعا بالنسبة للتقطيع تبقى حسب الرغبة، بس احنا راح نسوي بهذا الشكل يعني ينطي جمال أكثر. طبعا أغلب الناس ما يسوون اللسان، ما يحبوا على شكل سلطة، يعني بعض الناس ما يعرفون أصلا أنه اللسان يصير سلطة. اللسان يصير سلطة ويصير بشكل آخر، ممكن طبعا بعد ما نسلقه نخلي ويا سماق شوية طبعا ملح وزيت الزيتون، راح يصير شكله وطعمه جدا جميل. واكو بعض الناس يحبوا ويا الباتشا، ما نعرف اسيل تحبي ويا الباتشا ولا ها؟ اللسان مع الباتشا. يعني اذا تلاحظ اذا تلاحظ الاسئله اللي توجه لي اياها عواد، يعني ما انت تقولين ما احبك سلطه حتى ويا الباتشا. داخل عالم التصوير داري اصور و اللسان حتى ويا الباتشا ومشتهيها يعني صراحه. شو جاوبك عماد؟ والله ما اعرف شو جاوبك. يا ترى انتم متوهمين يعني موضوع الباتشا واللسان، والله العظيم طيبه. يعني انتم ما لكم دخل بالطيبه. طيبه على بنت الموصل. بنت الموصل وما تحب الباتشا، شنو العلاقه؟ يعني حق لك زين يعني. تصدق انه احنا بالبيت امي ما تسويها نهائيا ولا اخوتي ياكلوها، يعني شنو العلاقه مثلا انه لازم كل اهل الموصل؟ لا مو لازم، مو لازم يعني، بس هي يعني تكون غريبه شويه مثل يعني. ما قال عماد انه الباتشا وهالاكلات الشعبيه الجميله هي فعلا من ابداعها معروفه بالدقه والنظافه، كون يدققون جدا على هالامور، بس هي مو من الاكلات يعني هسه بقيه المحافظات مو نظافه ومو دقيقه، بس على كيفك ويانا. هي هاي اللي اشتهرت بها، انا بدي اقول لك الاصل ليش، بس هي مو من الاكلات الرسميه اللي من الموصل. يعني الموصل معروفة بالكبب، أنواع الكبب الكثيرة معروفة. كبة حلب مو مصلاوية سوريا. لا هو يسووها بس أهل الموصل وانتشرت من بعدها بقية المحافظات، احنا أقرب شيء لحلب. ايه؟ الدولمة مثلا. ايه؟ السماقية معروفة، العروق عروق الموصل أو ما يسمى العغوق مثلا. احنا بالنسبة لصلاح الدين والأنبار معروفين موضوع التشريب والصواني. صواني صواني الصواني الصينية وحدها بنتجي هيجي أم العراوي يسموها، وتجي هاي بحد ذاتها هيك تحسين هيبه من تفوت هسه يقولون دي يسوون مناطقيه، اكيد كل محافظات العراق بتميزه بالكرم والطيبه والطبخ الجميل. تلقى لهم يعني فتشي خاص يعني. ايش عجبك بصلاح الدين انت باعتبار عشت فتره يعني طويله؟ انت حكيتها بعد، انت حكيتها بعد. الصواني عجبتك مو؟ ماكو غير. والسمك والسمك السمك هي هم فعلا السمك بالمحافظتين تحسين عندهم ابداع، يعني انا اروح البغداد صراحه اروح البغداد واكل سمك، بس احس انه بصلاح الدين وبالانبار بشكل عام طعمها يختلف. طريقه الشوي او السقف يمكن مختلفه. حتى الطلي طعم الطلي يختلف يعني بين الموصل وبين اربيل وبين صلاح الدين وبين بغداد، كل واحد له نكهه خاصه، كل واحد له طعم. بس البصره ايضا منافسه بموضوع السمك، مع العلم انا ما ماكل سمك
يعني تحياتنا شاعرتنا المبدعة صابرين الكعبي، وكل مرة أعدها أنه أروح وأجي وأجي للبصرة وأكل سمك ولا أروح وألغي المشاريع والأمور كلها تتكنسل، بس لازم أروح للبصرة فعلا، لأن أغلبية الأشخاص يقولون اللي ما رايح للبصرة يكون يعني مفتر العراق أو ما شاف شيء من العراق. صحيح. إذن هذا اللسان مثل ما قلنا ما يحتاج لوقت هواية حتى يكون يستوي، حتى لو واحد يخليه يستوي ويبقى جاهز يخليه مثل لاجة ممكن بعد يوم أو يومين يقدر يسويه على شكل سلطة، ممكن يسويه على شكل يعني ينكل مع يعني بدون سلطة، ممكن نسوي مثل ما قلنا نخلي وياه سماق وليمون وملح ينطي طعم طيب أيضا. هاي الملح، الفلفل الأسود ينطي نكهة طيبة، طبعا عندنا لهانة بيضة واللسان تكون مع الفلفل الأسود جدا طيب. هذا خل الأبيض شيء بسيط نخليه، طبعا مثل ما قلنا اللي يحب ما يضيف مخلل الخيار يقدر يضيف خيار عادي مو فت مشكلة، يعني بعض الأمور وبعض الناس ما تحب اللهانة البيضة ممكن تضيف لهانة حمراء مكانها مو فت مشكلة، احنا نسوي الألوان تتناسق والطعم يطلع طيب بنفس الوقت. هاي اكتملت، يعني اخذت اليوم وقت شوية اكثر على مود جواد يعني متوصي بي وبجوادي. تسلم. هان اليوم يوم العب. شوف حتى لا تقول ما يفكر بي. بالمناسبة اطيب شيء هو بالباتشا هو اللسان، يعني يدخل بمنافسة هو والعين. والعين؟ لا العين كل المواضيع الصباحية ايضا، بس عندك شو اسمه المخ يعني اي فعلا انا دا احس نفسي قاعدة بغرفة تشريح غرفة عمليات مخ وعين ولسان صراحة، يعني حتى في عند المصريين بشكل عام يعني هم عندهم اكلات غريبة، يعني مثلا الفسيخ، الفسيخ اكله يعني صراحة ما يرغبها اغلبية الوطن العربي، لكن معتزين بهاي الاكله لان تراث شعبي. صحيح. موضوع الباتشا انا برايي بعيدا عن الاشياء اكيد كلها يعني اكو شخص يقبلها اكو شخص ما يقبلها، بس هي موروث شعبي مهم. صحيح. لها تاريخ بالعراق، هي لها فوائد جدا قويه، لها فوائد جدا قويه يعني تقبلها بالعافيه عليه. فانا يعني برايي مو هذا موضوع الشوكينج من الاكل، ترى مو يعني اعتيادي، ريلاكس شويه بالموضوع. كل يعني اذا بالصين بياكلوا قرود وكذا يعني اي وكلاب عادي، لا ياكلون حشرات اتوقع اكثر يعني، يعني الصراصر والجراد وكذا يتقلى. هسه احنا ما نريد نسدون نفسنا، اذا هاي برا الموضوع هذا اكل ولا علاقه بالموروث الشعبي. طبعا عماد شكرا جزيلا لك، منورنا مثل كل اربعاء مثل كل حلقه، وهالاسبوعاني ربحان شوفتكم مرتين انت وجواد، لان يوم السبت كان اللقاء واليوم كان اللقاء، فقلبي كبير من بدايه الاسبوع. شكرا عماد، شكرا لكم.